الذي نترحم على روحه الطاهرة وعلى أرواح كل من قضى نحبه ممن ساروا على دربه. كلكم تعلمون ما هي الوضعية المزرية التي وجدنا عليها البلاد في 2019، آخر سنة من عشرية مافيوية، من اقتصاد منهار، أجور تكاد لا تدفع للعمال بسبب خطابات البهتان التي تحججت وادعت عجز الخزينة العمومية عن صب الرواتب وباحتياط صرف متآكل، وصل إلى أدنى مستويات وفساد عام نخر كل القطاعات في انحراف غير مسبوق شهدته عشرية مافيا أو العصابة، ثم التخلي فيها عن كلية من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الهشة نتيجة لاتباع سياسة رأسمالية متوحشة ازداد فيها الغني غنى والفقير فقرا. خطاب سياسي آنذاك مدمر، داخل في خطة مدروسة، إسقاط يعني المعنويات الجزائريين إلى أدنى حد حتى يتقبلوا قرارات خطيرة لتسليم البلاد إلى غير أهلها. هذا هو الأساس تاع الخطاب، ما عندنا والو، ما نقدروش، وإحنا لا شيء، والدراهم ما بقاوش، ولو كان ما نسحبش العملة ما عندناش باش نخلصوا الناس، والدراهم ما بقاوش، ما عندنا ما نديرو. يعني باش نتقبلوا صايقين لنا كي الخروف تاع العيد، دينا لا فامي، دينا لا بنك مونديال. باش نفقد كل سيادة على بلادنا ونصبح قطيع مثل ما هو الشأن في عدة بلدان حاليا. وأنا نشاط الرأي كل ما جاء به سي عمار لا من إصلاحات مقبلة ولا من تضافر الجهود والحوار والتآزر والتضامن من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا العالم. الخطاب هذا كل من ناض ضد هذا الخطاب يدفع الثمن، وثمن غالي، هو ولا أولاده. بدأت حركية باش نبيع ممتلكات الدولة، وبالطبع شكون يشري؟ هما. وبداو يخيروا في لي زوتيل، شكون يدي لوتيل فلاني، شكون يدي هادي، شكون يعطي لولادو كذا، شكون يعطي لولادو كذا. على هذا الأساس اللي جا الحراك المبارك اللي سلك هذه البلاد. إذن كلكم تعلمون ما هي الوضعية المزرية التي وجدنا عليها البلاد في 2019، آخر سنة من العشرية المافيوية. لقد كان لنا شبه اقتصاد، يدعون الاقتصاد ما الاقتصاد والثلاثية، وهذا أنا نشاط الرأي تاع السي عمار لما يتكلم على آليات جديدة منها الثلاثية، شريطة أن لا تكون مثل الثلاثيات اللي فاتوا.